السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصاوب معكم واحد الحلوى من أروع ما يكون، هشيشة هشيشة كدوب في الفم، اللي هي حلوة الشمال، معروفة بحلوة الشمال أو لا حلوة الكاغيط. هذه حلوى اللي قديمة من أيام زمان وباقية إلى الآن محافظة على المكانة ديالها. سبق لي شاركتها معكم وغادي نعود نشاركها معكم للمرة الثانية، حيث فعلا كتعجبني بزاف وبغيتها توصل لأكبر عدد من المشاهدين. لما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. عندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي يكون بلا قشرة، غادي نديرو في واحد اللاطة ندخلو الفران يتحمر، يعني غير يتحمر شي شوية، وكنبقاو نحركوه مرة مرة باش كنردو معاه البال ميمشيش يتحرق لينا. هنا صافي، من بعد ما تحمر لي هداك الكاوكاو مزيان، شوفوا معايا اللون كيف داير، راهو باقي سخون. اذا صافي كنخرجو من الفران، غادي نمشيو دابا نطحنو حتى كيولي بحال عجينة. طبعا هذا الكاوكاو كنطحنوه هو باقي سخون، يلا كيطلق لينا شويه الليدان. هذا هو الشكل ديال داك الكاوكاو من بعد ما طحنتو، لاحظوا معايا كيف كيجي بحال هكا معلك ومزيت، يعني بحال كنحصلوا على زبده ديال داك الكاوكاو. غادي نزيد واحد الزلافه كبيره ديال السكر كلاصي، معلقه كبيره ديال القرفه، واحد الزلافه كبيره ديال زيت نباتيه. كملاحظه هذا القياس اللي درت معاكم راه كيعطي كميه كثيره، يعني غيعطيكم على الاقل واحد 60 حبه. نتوما الا بغيتو ديروا كميه اقل يمكن لكم ديروا فقط نصف القياس، راه تبارك الله جد جد كافي. اذا غادي نخلط هذه المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى كيمتزجوا، كنحصل على واحد الخليط القوام ديالو ناعم جدا. صافي، من بعد ما خلطت المكونات كلها كنحصل على هذا القوام ناعم بحال هكا. كملاحظه من الاحسن تغربلو سكر كلاصي عاد تزيدوه في الخليط، لانه انا محني شي شويه باش حليت دوك الكويرات السكر. دابا غادي نزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق طبعا يكون مغربل مسبقا، وغادي ندير اول حاجه واحد جوج زلايف والباقي غنبقى نزيد بالتدريج. في العاده كتهز لي جوج زلايف وثلث، جوج زلايف ونص بحال هكا. اللي غادي يدير لنا الفرق في كميه الدقيق اللي غادي نحتاجو هي اول حاجه النوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي كيتشرب، كاين اللي لا، وكذلك هذاك الكاوكاو اللي استعملته على حسب واش ميدم ولا ما ميدمش، ولا ما ميدمش واش طحنتوه مزيان حتى خرج الزيت او لا. اذا صافي، انا جمعت العجينه ديالي، شوفوا معايا القوام كيكون رطب، وفي نفس الوقت ملي كنشكلوا العجينه كتحافظ على الشكل ديالها، يعني ما تكونش عاوتاني سايحه بزاف. بالنسبه لقياس الدقيق دخلت لي جوج زلايف وربع. نتوما كيف ما قلت لكم شويه بشويه بقاو تزيدوا الدقيق حتى كتحصلوا على القوام المطلوب. اذا دابا غادي نبدا نشكل هاد الحلوه ديالي، هي عاده كتكون على شكل بحال حريبلات. بالنسبه للحجم فكيبقى على حساب نتوما، يعني الرغبه ديالكم بحال هكا. وغادي نحطهم في لاطه الفران اللي نكون مفرشه فيها ورق الطهي، وكنحاول نقادهم مزيان. كنبعدوهم على بعضياتهم حيت هما في الطياب ديالهم كيسيحوا كيتنفخوا شي شويه، فنبعدوهم باش ما يتلاصقوش. صافي، بنفس الطريقه غادي نشكل العجينه ديالي كلها. اذا هنا ملي عمرت اللاطه ديالي غادي ندخلها الفران، يكون مسخن ولكن ما يكونش مسخن على عافيه عاليه بزاف، يعني يكون الفران شويه بارد، لان هاد الحلوه دغيا كطيب دغيا كتخطف وتحرق. فالفران يكون مسخن شويه فقط والعافيه تكون نازله، كنحاولوا نبعدوهم على العافيه وكنخليوهم حتى كيتحمروا شي شويه. صافي كنحيدوهم. اذا صافي، هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالي من بعد ما طابت. شوفوا معايا التحمر ديالها كيف كيكون. اذا كتكون بحال هكا محمره شويه، كتشقق شويه في الطياب، ومن هنا كذلك يلا كتجي محمره بحال هكا.
صافي ملي كنخرجوها من الفران ما كنحركوهاش نهائيا حيت كتكون هشيشه بزاف، يمكن ليها تفرتت لكم. انا خليتها دابا حتى بردت عاد غادي نحيدها من لاط. دابا غادي نمشيو صافي نديرو اللمسه النهائيه، ناخذ الحلوه ديالنا طبعا تكون بردات، كناخذ سكر كلاصي كندوزوها فيه مزيان من الجانبين معا، وغادي نحتاج هاد الكويرطات الخاصين بهاد الحلوه. اذا الجهه اللي كتكون فيها الالوان واضحه مزيان كنديروها من الاسفل، كنحطوا هاد الكاريط بحال هكا بحال مقلوب، كناخذوا الحلوه ديالنا كنحطوها هنا فوق النص، والجهه اللي كتكون مسرحه هي اللي الفوق بحال هكا صافي، وكندوي عليها هاد الكاريط بهاد الطريقه. اذا هكا باش كتجينا الجهه اللي مسرحه مع هاد السده ديال الكاريط هنا، وكنلويو الجناب غير بالمهل باش ما نقطعوش هاد الكاريط ما نفرتوش الحلوه ديالنا. صافي كيكون هذا هو الشكل ديالها. صافي بنفس الطريقه غادي نواصل حتى كنسالي هاد الكميه ديال الحلوه ديالي كلها، كندوزوها في السكر وكنديروها في الكويرطات. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي من بعد ما صافي سالينا درناها كلها في سكر كلاصي وفي الكاريط. فعلا هاد الحلوه كتجي لذيذه بزاف، هشيشه هشيشه هي اصلا كدار في داك الكاريط غير باش ما تفرتتش، يعني باش كتبقى مجموعه وخلاص كل شيء كيحمق عليها. اكيد اغلبيتكم كتعرفوها، واللي ما سبقلوش جربها هذه هي الفرصه باش يجربها، اكيد اكيد غتعجبو بزاف. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، اذا عجبوكم ما تبخلوش عليا بتشجيع لايك تعليق بارطاج ديال لا فيديو، ولا كنتو كتشوفوا القناه لاول مره مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس للتوصل دائما بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر مع شي واحده اخرى.